حبايب قلبي، شلونكم؟ شو بخاركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو يخبل ويجنن. اليوم راح نشاركه وياكم عن راح نجرب نعيش يوم كامل على المعلبات. بما انه حبيتوا ذاك الفيديو اللي جربنا اغرب الفواكه بالعالم، هواي كتبوا دنيا سوينا مثل هذا الفيديو مرة ثانية، فاليوم حبينا نسوي هذا الفيديو ونجرب احنا وياكم نعيش يوم كامل على المعلبات. وهسه حبيباتي قبل ما يبدي الفيديو، فرصة عمل لكل البنات جبت لكم اليوم تخبل وتجنن. طبعا هاي فرصة العمل، اكثر من 4 مليون موجودين بالعراق موظفين بهاي الشركة، شركة موثوقة بيها راتب بيها تقاعد بيها ميراث، يعني حتى للمستقبل راح تفيدكم ان شاء الله. حبيت افيدكم اليوم بهاي فرصة العمل، راح تلقون رابط الواتساب موجود باول تعليق وبالوصف، كلكم ادخلوا بنات اللي محتاجين شغل وانتوا قاعدين بالبيت، وحتى اللي يشتغلون لان شغلة كلش مريحة وسهلة، راح تدخلون على رابط الواتساب وهناك راح تلقون جروب من البنات وراح تفتهمون كل الموضوع، وان شاء الله خير يا ربي والرزق للجميع، وتقدرون تدخلون وتفتهمون الموضوع اكثر عن طريق رابط الواتساب اللي راح اخليه لكم باول تعليق او بالوصف. ادخلوا على الرابط وان شاء الله تكون لكم فرصة عمل ورزق. ومثل ما يقول المثل، حار ومقسم ورخيص، وانت قاعدة بالبيت تقدرين تشتغلين. اتمنى لكم التوفيق بنات، وروحوا على الرابط ودخلوا على الواتساب. هسه راح ناخذكم ويانا، اول شيء نروح نتسوق ونتين نشارككم التجربة حتى هم تستفادون وتعرفون شنو تشتروه والما تشتروه. حبكم كومات، يلا حبايبي خلونا ننطلق بحماس، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين، وفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. حبايب قلبي، حبايب نيو، حبايب قلبي. هاي شنو يا ادم؟ هاي شنو؟ لا بالالماني يعرفون. هاي انه تقول لك سوي لها بيب. طبعا اكو خبر مو حلو، لانه يعني الاطفال بعد ما يروحون للروضة. ليش؟ لانه هاي الروضة صراحة من سجلناهم لليوم هي روضة بغيفات، قلنا لكم يعني خاصة أهلية مثل ما يقولون، يعني احنا ندفع كل شيء. بس للأسف من بدأوا من شهر التاسع لحد الآن، شفتوا آدم شلع قلبنا كلش هواية. بعدين من نتعود الروضة أسبوعين عطلة، والنوبة جت أسبوعين من راس السنة، وهسه من بدت فتحت من جديد، اسم الله عليكم وعلى أطفالكم، قالوا الروضة بيها فيروس. فيعني كلش كلش مأساة، لا أقول لكم ولا يعني شهر ما داوموا أبد أبد، يعني هن 4 أشهر بس، يمكن شهر ما داوموا. فقررنا انه نلغي العقد وياهم، لانه انيتا بعد لها 4 شهور وراح تروح للمدرسه. الباحه كان عندنا موعد بالجزونتايت، يعني بالصحه العامه على متفحص، وهذا ما كملنا. بعد عندها موعد ثاني الاسبوع الجاي، وهذا الويفي يتردنا، حطنا بطاسه وغسلنا. هلا 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 عليه. قررنا انه بعد خلاص، يعني راح ارجع اسجل ادم على الروضات العامه، نسوي واني ترى رايحه للمدرسه، والله كريم شو نسوي؟ ماكو نصيب ويا هاي الروضه. ها يا هي تريدها. يلا السياره. شلون صعد المقلوب؟ شلون راح يحير بنفسه شلون يقعد؟ حلوات كبيرة هاي أكبر. تعال دوم باوعي. ماما أنا بابا أربعة يطب لها بالسيارة. شفتي نزل هسه هو عافها. فش فش ها مالاتنا 15 سنتيم تقريبا. مو ايه مو هذا. شوف ذولا ايش قد دوتهم، بس ايش قد غاليين. ماما هذا انت كيكه. عندك كيكه.
سنافر. هذا المكان اي شيء يخص الحيوانات تلقوه هنا، حتى هاي البزونات وبطوط همين مو دريا، كل شيء حتى هذا المال بزازين بيوت. وين العوعو؟ والله صدق ذنل بالصوره مياو. اي اي عوعو مياو. وهذا القسم هسه للعوعو والمياو. هاي بيعولهم بالثلاجات دنيا معلبات. هذا الصوصج معلبات مال بزازين. احنا ناويين على المعلبات. نواكل لافي همين معلبات؟ ايه هو ياكل زوفي زو لافي. طبعا دنيا شافت اكو شغلات بواحد يورو. بطلة من التخفيضات. بطلي ها؟ بطلة من التخفيضات. والله شغلات حلوة بس كما تخليني اشتري. ايه؟ اشتريت فزورة للبنات. ايه هم زين نعمة. هسه رجعنا للبيت. طبعا الجو ما صورنا لكم هوا ومطر مو طبيعي. زين شوف شعراتي خربن، راح السشوار مالتي. دائما يقولون شعراتك ليش منكوشات؟ ليش عمي من المطر والهوا؟ ما ادري صور محمد الجو ما ادري. لا هسه اشوفكم شوفوا شلون. الهواء عالي ويا مطر زخات مطر ما دا يبين منا من الجام. جبنا كوما شغلات معلبات راح نجربها احنا وياكم. انا مكيفه اليوم على هاي الشغله تدرون ليش؟ لانه ماكو طبخ ونفخ. لقينا يابا لقينا طرش النجف ولقيت خل البدوي وجبنا عنبه. طبعا رحنا المحل العربي شويه بعيد مو يمنا. هاي العنبه وطرش النجف هم جبناه صار فترة ما نلقاه بس هسه موجود. جبنا يا طال عم اقترحونا دولة ما بيها مطر وجوها حلو مصورتكم بيها. والله جبتوا هواية شغلات. زيتون هيك علب. اليوم لقيت زيتون مهروس هاي اول مرة نلقاه. اي مهروسة زيتون ارل وهماتين معلب فراح نجربه وياكم. زيتون ارل معلب ارل هاي بالهندي. احكي لنا بالابراهيم. اذا ما تعرفون انه انا اعرف هندي همين. واكل لافي اهم شيء. هم معلب. والله بدنا نجيب له بالمجمد اللي لقينا مثل ما شفتوا بالفيديو. ايه جبت سمسم هم سمسم راح اطبخ لنا اياه مثل التمن. لا راح اكو شغله راح اسويها لكم قناتي اليوم ويات اكيد. طبعا وصفات المتابعين لسه دا اكمل بيهن. وهاي هم مات يم جبت صدر دجاج هم اكو طبخه من متابعه دزت لي اياها راح اسويها ان شاء الله بالايام الجايه. بس والله ما دا لحق وقت ماكو. هذا اللي يعشقونه كل الاطفال. ونقول لهم مو زين عليكم وهم ياكلوا. هاي العلبة اليوم جبتها مال معلبة. رزقكم في السماء وانتم لا تعلمون. ايش لقيت؟ احنا قلنا اليوم ناكل بس معلبات. محمد ليش تغش؟ ها؟ ترى صاير عظمة. هو ايش بقيت بيها؟ فهسه خلونا ناخذ المعلبات. انا ما يتمني الجوع ما ماكله من البارحة. خلونا هناك نجرب لنا ايش كم شغلة بدون طبخ احسن. هذا الخل بعدين راح اقول لكم شنو نسوي بيه. وهذا شنو طرش النجف عمي خبل ويجنن. العلاليق اكثر من المسواق. لما نسوق هوايه العلاليق تصير اكثر. هسه هاي شنو علقت هنا راح نجرب هذين المعلبات. طبعا اكو شغلات احنا مجربيها من قبل بس لانه قلنا لكم نجرب يوم كامل نعيش على المعلبات ونشوف اكو شغلات جديده جبناها. شوف هل يا ترى يقدر واحد يعيش بس على المعلبات بدون ما يطبخ؟ وهذا شنو هذا؟ هذا حمص بطحينه بس هيك شكله باكيت. طبعا هند الزيتون نحن البنينيه ما بقى بي البنيني هيدا الزيتون ما بنستغنوا عنه ابدا وحياه بيي. نعم نعم. هاي ورق العنب هذيك المره من سويته طبعا قالوا ممتاز زيتون والله. اي طيب كلش طيب هذا الزيتون. شوفوا العلبه الصغيره نعم نعم والحبايه كبيره حبايه كبيره نعم نعم صح مثل ما قال ادم. شو مالتنا هذا مال نجف ما احكي لكم عليه هو يحكي عن نفسه. مو نفس الطعم مو نفسه ذاك الروائح تخبل. لا والله هم طيب والله. زين هاي ايش تنو كله تتحمى هيجي هيجي الا ماكو اليوم ما نشغل الطباخ نهائي. شرط؟ اي ابد ما نشغل الطباخ خلينا نذوق. نعم نعم. اممم
ليش المرة جبتها من تركي؟ مهروس أكثر. بس كيف بأس بيها؟ بعد هاي عندنا هنا فلفل. هماتين هو شنو؟ أمتب شو يسمونه؟ محش. هذا شو بس بالاسم؟ هذا ما يتحمى؟ أم هيك شيء؟ يتحمى. بس بالاسم شنو؟ بس مم حشة. فلفل وطماطة. بس تمن مخليله. هذا ما جاء. يمكن له محمينه يصير اطيب. لا هاي الطماطه والفلفل نعطيهن 3 بالعشرة. 3 بالعشرة؟ نعم 3 من 10 بس هذا ورق العنب اطيب. طيب شي طر شي هذا شو اسمه؟ هاي دوم انا متشوقه تدرون المن؟ شوف. هذا الزيتون. هذا. يا لما هذا يتخلى على الأكل دنيا مر ما ينوكل مستحيل ويا الزعتر والهبة اللي يعرف شلون نستعمل هذا الزيتون المهروس يكتب لنا خلنا نجرب الكوسة الشجر أتوقع تفوز والله هنجرب حسيت بطعم؟ عباك ما مستور نومال يعني؟ لا يحتاج طبخ همين مو نومال ما ينوكل هنجرب الملفوف والله شو نسوي؟ أول خطوة؟ نديرهم بالجدر. ها. والله. كانوا طيبة. الخطوة الثانية. نخلي كل شيء موجود عندنا معلب خاصة مال الدولمة بالجدر. ونجرب الطعم. نفوز. طيب. فهسه شو نسوي؟ راح اخليهم بالجدر واحطهم على النار شوية. انه وذني هم. خليهن ياكلهن هسه بين ما يستوي عندنا ذاك الجدر دول ما سويناه جبنا هذا السردين وانا جبت مي هذا السردين 15 يوم انا والجهال بالطريق ناكل من هذا السردين وناكل بعد اكو لحم علب صغار ويجيبونا صمون وياه موزايا والطريق كله هاي لما هاجرنا قبل 8 سنوات فخلصنا انا كل ذني ما مرن علي يعني انا مدلل انت مدلل عيني جيت بالطياره هسه هنا خلينا هذا متبل بالباذنجان خلينا نجربه شويه حمص بطحينه عمي يسوي له اضافات يمكن وزي زيتون بس خنذوقه بواحده اول انا ما احب الاكل هيك علي زيت زيتون وهاي مثل ذني المقبلات لان المقبلات هاي كلش طيبه اصلا طيب والله والله كلش طيب الدين هذا ما ضقناه ذوقه هو هذا هم ينطبخ ترى مو له مطبوخ هذا هيك كنا ناكله والله والله ما لا عاوزه بصل وثوم هيك وتحمسينه صدق والله شو اللي عدتنا ناكله احنا بالطريق عشنا عليه 15 يوم نجوع لا في ريد طوله مو طيب اي والله بس ما ينوكل طوله بس واحد نجوع يشوف كل شيء اي والله بس هناك لان جوعانين والطريق وتعب نشوف هاي قطيه السردين فشي واو والله هم جت قالت لي اكل لحم بالطريق يخبل وهاي قلت لها طيب قلت لها تعالي اشتري اشتريته قالت مو نفس الطعم مو نفسه هو موجود هسه عند المحل العربي هذا اللي قلت لك عليه تذكرين هاي شمس؟ ايه مو كان نسيت. تاكلين منه؟ تغسلي غسلي هسه اعطيه جدر دول مع النار. شلون فرحت؟ بس شنو يابا صارت دولمه؟ يا ابطال بما انه دولمه عراقيه لازم خبز عراقيه. حط لنا خبز شرح لنا ابوي هيك؟ هيك تنحط علينا.
لازم تشوفي هاي اول وبعدين السريع 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 شوف انا اعرف السريع 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 قولي الله يا الله يا يا سبع يا ابو سنسله ما جابني الثولات مثلك لجعت لجعت النوم يا بطل دنيا جابت لنا جرجير تردون لو ما تردون طبعا مامي تاكل نم نم بس هاي تمن تمن بس يعني لا بي لحماية لا بي مثلا مخلين عليها دسم هاي ماكو هذا يسموه الدانق من عم الجرف يعني هاي بتعم الدولمة يعني هاي مو دولمة ولا محاشي ولا عيش فالدولمة مالتنا تختلف 180 درجة عن هاي الأشياء 365 375 هاي تذكرنا بيها تذكرنا بيها أي والله شعري خرب فادنا أبو يلا تعالوا ويانا وأقول ليش مختنقة هاي الجنطة حلوة واو هاي لبسوها بطانية ايه حلوة خبوا أتأخذها لأنه وهذا الدومي هم دائما يفرش بالقاع ينام والله معهم تلفزيون خطير يفرشوها ويقعدوا هاي بس وحدة أول هذا يقول عمره 13 سايك ما يو بالقياس وكبير شويه اهم حاجه جوز اي اكيد باللي بيصير لها الورائل بعد احلى ما اشتغلت واو ال بس ظهره ما عنده ظهر ها لا والله ما اقول كبير لان هو قواشه هذا ما يمطط والله زين يرحم عليك فاتشن بس هاي بالمقلوبي لا دوشه شو اسمها ميريدا هاي مالت من هاي مال يا شخصيه ما اعرف هاي مال الاميره النائمه هذه هاي عنده هاي اختي ليش ما تسوي اني وادر اسمه اوت مثل اوت هاي طاوله من سويسرا اه بيشتريت يتي انا اشتريتها من هي شايفه رخيصه ليش هاي ب 18 هناك اشتريتها ب 25 اوري مالتي نفسه بس ذاك كان ازرق هذا اخضر هذا احلى بس ناخذ نفس الشكل إيه؟ لو اخذ هذا احسن واو كيف هذا احسن والله انا ما اخاف اقوم لان هاي حديد وهذاك جلاس ينكسر هو نفس السعر بس هذا احلى البيدج بس ذاك انزك لانه ما في نقشه اي ناخذ ذاك هذا مو حلو هذا قديم موديله هذا قديم اي شوفوا جايز هاي معنا نحطهم بيها شو اسمه التجت خاشوقه وهاي يحطون بيها الخواشي يعني الخاشوقه من الطبخون حتى ما تخلوها على الطباخ او على الكاونتر شايفين عندي اكيد موجوده هاي راح تكون الجائزه مال المتابعه اللي فازت ويانا بالفيسبوك منا من باليا عبرنا هسه لهناك على مود اخذ الحنوش ملابس رياضيه لان الجو فدنوب وملابسه دا تصغر عليه ما شاء الله حنوش فللاسف لقيت هذا المحل مال الملابس الرياضيه معزل حاليا طبعا الساعه بالخمسة بس شوفوا ليش معزل عود؟ الجو ابد ما ينطلع ما اعرف ما شفنا الوقت مالته اكو بالغوب هكذا بالغوب اركب بس والله ما لحق بعد خلي نروح للبيت شوف جز نطلع انا وبابا ما نخلص الموعد الموعد بس ليش واصل بالثنتين لازم اجيب لك بار ملابس بعد ماما اشتريت شغلات تجنن وتخبل يا ربي مالاتي هالشغلات
لا تبقين شغلاتي لي خبلين ويجننن يا ربي. طبعا شوف انا راح اراويكم الشغلات. اول شيء اشترت لي ماما هاي المطره اللي تخبل وتجنن يا ربي هالوردي. ماما اشترت لي اياهن لان انا مالتي مكسوره لان فرغت شربتهم عن طريق. وهذا اني ماما اشترت لي اياهن باكر عندي امتحان. شوفوا هذا الجمال اللي يجنن ويخبل يا ربي. هاي صينيه كيوت وعنونه هيك. هاي مال تقديم يعني اذا يجيكم شخص واحد خلون جلاس ماي كوب وهنا فد شغله. مال كافي. ايه لا عاد بعد لازم هم نراويكم شي. هاي راويتكم اياها بالمحل بس شوفوا هذا. شوفوا هذا القرد اللي خلقه. اذا شافها ادم ما راح يخليها. لان هاي عندي كانت بيضة للمؤقت مثلا اخلي شغلة 15 دقيقة. ما عندي هسه. كسرتيها. وجبت بومة. جبت قرد وبومة. شوفوا هذني الكيوت العنونات اللي هناك بقناة اليوميات راح تشوفوها هواي هاي كيوت وتخبلوا راح اسوي لهم عشا راح اشوفهم يحبون ولا بس انا ايش راح اسوي هسه ما راح اخلي بدون طبخ راح اقلي لهم اي واسوي لهم شوفوا يا شنو نودل او فالشغله ايه. هاي سويناه تعالوا خلي نقلي بس هسه من قلينا صار طعمه كلش طيب هذا نام نام يخبل ويجنن طيب هذا مو يخبل ويجنن شفتوا حبايب قلبي انه اكو شغلات طلعت طيبة وشغلات مو طيبة بس التجربة كلها على بعضها بعد ما عيدها الصراحة ليش لانه يعني ما اكل هيجي شغلات بعد يعني بيومي وخاصة انه كنت ما ماكله واكلت طبعا جربون هيجي تجربة يعني مرات تسوون للاطفال من هاي مرة واحدة تاكلون شغلة صغيرة اي بس هيجي هواية ويوم كامل لا ابد لا تجربوها الصراحة تندمت لان اكلت هواية ولهنا يا حبايب قلبي خلص الفيديو مالتنا لا تنسون تروحون وتدخلون على الرابط اللي خليته لكم باول تعليق وبالوصف وان شاء الله راح تستفادون من هاي فرصة العمل انا متأكدة البنات لانه اكثر من 4 مليون موظف موجودين حاليا بالعراق ويشتغلون بهاي الشركة وكلش مستفادين اتمنى لكم الخير والرزق للجميع يا رب العالمين مع السلامة وانتظروني بالفيديو الجاي باي باي.